أكثر من 12 مليون مواطن تم عمل المسح الطبي لهم للاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة كالسكر والضغط والاعتلال الكلوي. تم إحالة ما يقرب من 1.5 مليون مواطن للمستشفيات المتخصصة بعد أن ثبتت إصابتهم بتلك الأمراض لتلقي العلاج بالمجان. احنا عملنا حوالي دلوقتي 54700 وتحويل 6470، واحنا بنقيس الضغط وبنقيس الوزن وبنقيس السكر لان هي المبادره بتاعه الامراض المزمنه والاعتلال الكلوي، ومع اتخاذ الاجراءات الاحترازيه بالنسبه للظروف اللي بنمر بيها، مع اتخاذ كمان اجراءات مكافحه العدوى. في اقبال كويس من المواطنين على المبادره. احنا بيتم الكشف عن الضغط والسكر والوزن والطول. في حاله ارتفاع السكر بيتم تحويله للمستشفى. ارتفاع الضغط لو هو لاول مره احنا بندي المواطن زيارتين متتاليين بينهم 3 ايام، وفي حاله استمرار ارتفاع الضغط بيتم برضه تحويله للمستشفيات التابعه لوزاره الصحه، وهناك بيتم صرف العلاج وعمل التحاليل اللازمه مجاني. هو مجرد ما تواصل في المستشفى بيبقى له كارت وبيبتدي يتابع معاهم لحد ما يتم شفاء بإذن الله، ويعمل كنترول على السكر، بنعمل له هيموجلوبين تراكمي، يعني بنتابع الحالة تماما. يعني عملية الفحص الطبي تتم والمراكز الطبية كافة وسط إجراءات احترازية ووقائية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي بين المواطنين خلال المسح الطبي. الممرضة طبعا ما بتسمعش لحد انه يدخل من غير الكمامة، سواء ان هو يدخل من باب المركز او ان هو يدخل العيادة. ممنوع تماما ان هو يقلع الكمامه بتاعته حتى بعد ما بيدخل بيها. وبيتم كمان عمل قياس درجه الحراره من على البوابه. لو درجه حراره المريض اكتر من 38 مش مسموح له انه يدخل العياده، بيتم توجيهه ان هو يروح يكشف في المستشفى عشان لو في اي عنده اعراض ثانيه. بيتعامل مع الشخص لابس ماسك، وفي نفس الوقت الشخص متلقي الخدمه بيبقى لابس ماسك. لازم نكون اثناء التعامل معاه واخذ عينات السكر بالنسبه للشخص اللي جاي ياخد الخدمه، لازم يكون كل مريض ليه جوانتي وليه شكاكه خاصه بيه وشريط سكر خاص بيه. انطباعات ايجابيه انتابت المواطنين كافه لما قدم لهم من خدمه تشخيصيه وعلاجيه بالمجان. نقدر نتعالج قبل ما يحصل لنا حاجه، طبعا حاجه كويسه، وهنا الناس صراحه كويسين ملتزمين وملتزمين بالكمامه، فطبعا بنطمئن على نفسينا وربنا ما يجيب حاجه وحشه جميله. وبناخد علاج ببلاش، علاج السكر وعلاج الضغط، والحمد لله عشان الواحد الرزق على قد ما بيقدرش يجيب علاج من بره. إقبال المواطنين على لجان الفحص الطبي للاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي خطوة مهمة لتحقيق المستهدف من المبادرة، فالوقاية خير من العلاج. محمد حلمي، التلفزيون المصري.